عندك بقى حكومتك دايما تقول ايه؟ مصر اللي موقفه الاتفاق. انت اللي موقف الاتفاق مش مصر. لا ده في ناس، ما عنديش ناس. الفلسطينيين فاهمين هم بيعملوا ايه؟ على المسار السوري سياده الرئيس في امل اكبر دلوقتي؟ احنا اشك ان يكون في امل ما لم يحصل. اصل سوريا دلوقتي ما عندهاش ثقه في اسرائيل خلاص. ما فيش ثقه. ده انت عرفت من محادثاتك مع الرئيس اسد؟ اه باستمرار. ودي اول ما جه نتنياهو قال لك والله يمكن يمشي، جاء قال له لا ابدا من الصفر. لا ما حصل ايام رابين وبيريز قفل الباب حتى اليوم. واللي هو مع الفلسطينيين مش بقى ما عندوش ثقه. انتوا اوجدتوا جو عدم ثقه وهذا اخطر ما في الوقت. نرجع نكمل، بدانا بحرب 73 اكتوبر خلص فيها. ما هو اكبر يستفاد من هذه الحرب يا سياده الرئيس؟ انت كنت قائد سلاح الجو. وفي اسرائيل ما سمعش سلاح الجو المصري اللي انت كنت مسؤول عنه في الضربه الاولى عمل ايه؟ الضربه الاولى عمل ايه؟ لا اسال اللي كانوا موجودين على الكرة عامل ايه؟ بيعرف؟ هو يعرفوا كويس قوي. واسال على الجثث اللي هم ياخدوها من شمال الدلتا من هنا وسهلنا لهم. طب ما هو اكبر درس المستفاد منه؟ اكبر ايه؟ اكبر درس لازم يستفاد من حرب اكتوبر. حرب اكتوبر؟ لا يمكن لاي حرب ان تحسم التفاوض. احنا خدنا قضيتنا ارضنا بالحرب بهدف ايه؟ الحل السلمي. وتفاوضنا، الحرب ما حلتش القضيه. قلنا شرق ناوينا نقعد نتفاوض. لما كنت سيادتك قائد سلاح الجو في 73 كان في ذهنك ان بعد اربع سنوات او خمس سنوات بعد الحرب ديت هتحصل معاهده سلام؟ طبعا متوقع لازم، والا اذا ما كانش في معاهده سلام يبقى المخاخ كلها مش نافعه. لان حكايه حروب، حرب في حرب في حرب مش هتجيب نتيجه. هحارب هنتقم، هحاربك هتنتقم، يبقى مش هننتهي. حرب تعالوا خدنا ارضنا بالحرب والتفاوض ولا حاجه. محاكمة محكمة التحقيق وخدنا أرضنا، فما فيش مشكلة. مشكلتنا دلوقتي عاوزين سلام واستقرار في المنطقة وتعاون شعوب المنطقة. ده اللي احنا بنهدف إليه. أنتوا كل شوية عمالين تلوحوا بالحرب. أعدائنا في أعدائنا في الجنوب إيه؟ ده احنا ما بنقول أعداء بتزعلوا. ده أنا بقول إخواننا الطايرين دلوقتي هتخلونا نقول أعداء، هترجع نغمة العداوة تاني. كأنكم أنتوا بتعمقوا الكراهية العداء ما بين الشعب المصري والشعب الاسرائيلي. عمر رابين ما كنت بكلم معاه لما يطلع كلمه يقول لي والله فعلا لك حق في هذا الموضوع. وكنا الحقيقه بنتعاون ونتلافى ما يؤثر في نفسيه الشعوب. والحقيقه كنا كويسين قوي. مناحم بيجن اللي هو الراجل العقر. انا الحقيقه بحترم. الله يرحمه بقى. طب سيادتك الاخر تقول ايه للشعب الاسرائيلي بحلول 25 سنه حرب اكتوبر؟ بالنسبه للشعب الاسرائيلي انت عارف سيادتك انه حرب 73 كانت مصيبه بالنسبه للشعب المصري طبعا نصر كبير. فتقول ايه للشعب الاسرائيلي عشان يقول الشعب الاسرائيلي عشان يفك من السادات النومور. وانا بقول حلوا مشاكلكم مع جيرانكم بالتفاوض وبلاش التعنت. واذا وعدتم اوفوا. دائما كان معروف عن اليهود تاخده بكلمه. معروف هنا في مصر تجار اليهود يديك كلمه اقوى من ورقه والايثار. انتوا ما اعرفش انتوا يهود مدير طبعا ان انا ام البطل.